الصف صار عندكم فقاعات ولا قسم؟ صار قسم ما صار. شوفوا الأكو صف الطلاب اللي قبلكم، تشوفون ايش قد الفقاعات؟ شوف الفقاعات ايش قد بي. اثناء الصف احيانا يصير عندي فقاعات، هاي الفقاعات شو نتخلص من عندها؟ هسه هذا انا بعد ما استفاد من عنده، راح اشيله ادبه. ليش؟ لان من تجي تزرع عليه باللوب ايش راح يصير؟ شوف لنفرض هسه احنا اخذنا عينه، ايش راح تصير؟ شوف تقدر تسوي ايزوليشن؟ كلها طبت بالحفره، هاي كلها، هاي كلها، شوف صار بيها ترك مكانها حفره. زين كل فقاعه اذا ما طبها تترك مكانها حفره من تشتغل، او مرات تجي عليها من خليه الثلاجه تديها طابقه صار مكانها حفره انبعاج. فش راح اسوي؟ طريقه بسيطه، راح اتخلص من هذه الفقاعات مباشره بعد الصف، راح تكمش البنزين بيرنر بهالطريقه. زين وعلى السريع اطقطق الفقاعات بالنار، ماشي؟ ها هي. اذا تخليه فتره اطول تموع الاطباق، ماشي؟ اوكي، هاي ما بيها، هذه ما بيها، هذه كم واحدة؟ شوفوا شلون طقطقت. خلاص انتظر هذا يتصلب، ورا ما يتصلب اجي اخليه واحد فوق الثاني هيك بهالطريقه بس مقلوب، وعرفنا السبب، ماشي؟ وين احفظها؟ احفظها بالثلاجه لمده اسبوع 10 ايام مو اكثر، لان يعني تبدي تتلوث الاطباق بال، تعرفون هاي البكتيريا موجوده بالهواء. تقريبا ها هي. عندكم اي سؤال اي شيء؟ سهله ما بيها شيء.